فإن بعض الناس قد يبلغ الستين والسبعين وما زال يسبل ثوبه ولا أدري متى يتوب إلى الله جل وعلا. اتقوا الله يا عباد الله، فإن عمر الخطاب كما في صحيح البخاري رضي الله عنه رأى شابا قد جر ثوبه وهو في مقتله قد ضرب بخنجر، قد نقع بالسم أيام، قد أقبل على الموت وقد مات من ذلك الحدث رضي الله عنه، فنظر إلى شاب وقد دخل عليه ويجر ثوبه أي ثوبه طويلا، فكان الشاب يبشر عمر أنك عمر الخطاب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا دخل رسول الله إلا ومعه بكر وعمر، وما خرج رسول الله إلا معه بكر وعمر، ويطمنه على ما هو مقبل عليه وعن رضا الله عز وجل عنه وعن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وعمر لا يلتفت إلى ذلك. فلما رأى ثوبه طويلا دعاه، والله ما كلف أحدا أن يكلمه بل هو دعاه بنفسه. عمر في مقتله قبيل أن يموت يرى هذا المنكر فيقول ردوا علي الشاب، والله ما كلف أحدا أن يكلمه وهو يموت، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فبالله عليكم كان عمر ينكر على هذا الشاب طول ثيابه في هذه اللحظة إلا لأنه منكر. فإن كثيرا من الناس يترفع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر راوي الحديث خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال يعيدها ثلاثا، يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال خسروا وخابوا يا رسول، من هم؟ قال المنان والمسبل ثوبه أو المسبل إزارة والبائع سلعته بالحلف الكذب. هكذا يتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بال أحدنا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الوعيد الشديد ولا يتأثر ولا يتحرك ولا يأخذ قرارا أن يستقيم على أمر الله جل وعلا. يقوم يصلي وثوبه قد أسبله، يعصي الله وهو في الصلاة، يعصي الله ليلا نهارا. لا تقول يا عبد الله هذا مكروه وهذا مختلف فيه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ارفع ثوبك يا عبد الله فلا حظ للكعبين من الإزار، ارفعه هذه نعمة من الله عز وجل الثياب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، فمن تقوى الله جل وعلا أن يرفع الرجل ثوبه فوق الكعبين.